معنا عبر زوم من القدس خليل تفكجي، عضو الوفد الفلسطيني لمفاوضات السلام سابقا. أهلا بك سيد خليل. يعني في البداية، كيف ترى هذا التصعيد الخطير الأخير من قبل إسرائيل وضرب مستشفى الأهلي المعمداني؟ يعني هل نستغرب من ذلك؟ يعني انا بالنسبه لي لم استغرب، لانه هنالك امام الجانب الاسرائيلي عندما اسقط الطائره الليبيه في سيناء، وعندما ضرب قانا، وعندما ضرب الجرائم موجوده بالنسبه للنظريه الاسرائيليه العقائديه لقتل المدنيين. يعني هذا جزء من العقيده الاسرائيليه التوراتيه. يعني حقيقة أنا عندما أنظر أن الجانب الإسرائيلي يضرب المدنيين، بل المشافي، يعني حتى المشافي لم تسلم، يعني سواء أنذر أو لم ينذر، هذا مشفى مدني وليس عسكري بمفهوم العسكري. حقيقة أنظر إلى الجانب الإسرائيلي أنه فقد أعصابه بشكل كبير جدا. هو يريد أن يبعث على الأقل أن يخرج انتصار بهذا الموضوع، أو ما يشرك بكي الوعي. يعني هو يريد أن يضرب المدنيين من أجل أن ينقلبوا على الحاضنة المقاومة الموجودة في داخل قطاع غزة. أنظر إلى هذا الموضوع من النظرة الإسرائيلية العقائدية اليمينية المتطرفة التي تعتبر العربي الجيد هو العربي الميت. طيب، يعني أيضا إسرائيل يعني تنكر أنها من قامت بهذه العملية، وأن من قصف المستشفى المعمداني هم حماس. يعني أيضا كيف تقرأ هذا التصريح، وكيف نفسر أيضا ذلك التحذير الذي أتى إلى المستشفى من قبل إسرائيل قبل الهجوم بساعة بإخلاء هذا المستشفى؟ كذلك كان هناك تحذيرات لمستشفيات أخرى بالإخلاء، فكيف نفسر هذا الأمر؟ ولا يمكن تفسيره، يعني ولا بشكل الأشكال. يعني أولا القول يعني من فمك أودينو، قالت إنني قلت قبل ساعة سأطلب إخلاء المشفى. المشفى لم يخلى، المشفى فيه مرضى. صحيح. الآن إنه حماس ضربته، طبعا هناك لجنة تحقيق ستكون موجودة، لكن الجزء المهم في هذا الموضوع التي لم يعرفه أن هذا المستشفى المعمداني تابع للكنيسة. يعني هذا ليس تابع لحماس وليس تابع كذا، هو تابع للكنائس المعمدانية. وبالتالي أنا اعتقادي أن الجانب الإسرائيلي ممكن أنه هذا الضربة وشاف ردة الفعل الأجنبية والعالمية، وخاصة بهذا الموضوع، حتى أن الرئيس أبو مازن ترك عمان ورجع إلى رام الله وقال خطابه أن يدين ضرب المشافي وضرب المدنيين، وأيضا قطع قضية اللقاء مع بايدن، لأنه بايدن اليوم سيأتي إلى إسرائيل، وفي إسرائيل سيكون هناك لقاء مع السيسي ولقاء مع الملك عبد الله ومعه. لكن هذا الموضوع هو وصل مرحلة، يعني أنا أعتقد وصلت مرحلة، ليست الجريمة، هي جريمة نقراء يعني بكل دكتور المقاييس. سيد خليل، هنا أود طرح سؤال عليك. ما الرسالة التي يعني يريد إيصالها أو تريد إيصالها السلطة الفلسطينية بقطع أو بإلغاء الاجتماع المزعم مع الإدارة الأمريكية؟ أولا الرسالة واضحة تماما، أننا ضد عملية المدنيين. أيضا في نفس الوقت الرسالة واضحة تماما، نريد حلا سلميا. دخلنا المفاوضات منذ عام 1991 عندما بدأت في مدريد، ثم واشنطن، ثم أوسلو، ثم كل هذه المواضيع، ونحن لنا 30 عاما في عملية السلام لم نصل إلى نتائج. أن ندفع في كل مرة الدم الغالي والنفيس في هذا الموضوع، وطبعا الإدارة المدنية تقف مباشرة مع الجانب الإسرائيلي بكل هذا الموضوع. الرسالة واضحة، مددنا يدنا للسلام فلم تمدوا يدكم للسلام، بل بالعكس تماما، قتلوا رابين الذي كان يريد أن يفعل السلام، وأيضا قتلوا كل من كان يتكلم، حتى أولمرت عندما وصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات تم وضعه بالسجن. وهذا دليل على أن الجناب الإسرائيلي يتمسك بمقولة بن غوريون: تباكى على السلام ولا تعمل به. يعني كانت طبعا كان هذا الاجتماع المزمع عقده كما ذكرنا بين الإدارة الأمريكية وعاهل الأردن والرئيس المصري وطبعا رئيس السلطة الفلسطينية،
استبقت إسرائيل هذه القمة أو هذا الاجتماع بهذه الضربة، هل هناك يعني خوف لدى إسرائيل من هذا الاجتماع؟ أنا أعتقد أن أمريكا تستطيع أن توقف العملية خلال ثواني، يعني أن تقف هذه العملية المذبحة التي تحدث للمدنيين في قطاع غزة. الجانب الإسرائيلي يتكلم عن 80 هدف عسكري، طبعا الأهداف العسكرية التي تكلموا عنها و400 هدف عسكري هي عبارة عن أبنية، هي عبارة عن مشافي، هي عبارة عن مناطق دفاع مدني. طبعا هي تستبق بهذا الموضوع حتى لا يكون هنالك هذا الاستباق، أنها تريد أن يكون نتنياهو أن يصل إلى الجانب الإسرائيلي، لأنه اليوم لأول مرة في تاريخ إسرائيل تكون هنالك مظاهرات في خلال الحرب ضد نتنياهو، حتى أن جرائد هارتس والجرائد العبرية هي ضد نتنياهو بالذات. ما هو الثمن الذي سندفعه الآن؟ الجانب نتنياهو يريد أن يدفع أو يجيء إلى السلطة أو يجيء إلى الشعب الإسرائيلي ويقول لقد دمرت، لقد قتلت، لقد فعلت، وتم إنهاء البنية التحتية لحماس من أجل أن يبقى بالسلطة. كل ما يتعلق الآن هو رسالة واضحة، هي رسالة للشعب الإسرائيلي، رسالة لأمريكا، ورسالة لنفسه. كيف يكون يعني قتل مدنيين عزل في مستشفى هي يعني رسالة ترضي أي طرف؟ عموما أيضا يعني بعد هذا التطور الخطير، هل هناك فرصة للتفاوض وإحلال السلام؟ لا طبعا، احنا ليس دائما بيتكلموا عن نقطتين. الحرب هي استمرار للسياسه بطريق العنف. هنالك الان يجري في اماكن معينه، سواء كان في عمان او في قطر او في منطقه ما، تجري مفاوضات من اجل الوصول لهدف استراتيجي، ان لا تخرج اسرائيل خاسره. يعني هذا هون، لان الجانب الاسرائيلي كيسنجر تكلم فيها، هو لا يريد ان يكون هناك جزء منتصر، لكن في نفس الوقت هو يريد أن يخرج لهذا الموضوع من أجل قضية مستقبلية. بمعنى آخر، أن وقف إطلاق النار، المساعدات، رفع الحصار عن قطاع غزة، أيضا في استمرار في عملية السلام للوصول لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، هذه هي قرارات أمم متحدة منذ عام 1948 حتى اليوم. نتكلم عن الحق، هنالك قرار 181 تقسيم، هنالك قرار 194 ايضا عوده اللاجئين، هنالك قرار 242 و338، وكل القرارات الدوليه تتكلم عن حل عادل للقضيه الفلسطينيه باقامه دولتين على ارض فلسطين التاريخيه، دوله فلسطينيه ودوله اسرائيليه. لكن الجانب الاسرائيلي لا يريد هذا كلياته، هو يريد ما بين النهر والبحر دوله واحده. حتى نتنياهو يتكلم لا يوجد دولة فلسطينية، حتى كل اليمين الإسرائيلي يتكلم عن البديل، يعني بمعنى الأردن البديل. اليوم الأردن هي مهددة، لأنه هي تعتبر أن هذه الدولة، أن دولة الأردن هي البديل للدولة الفلسطينية. هم لا يريدون في داخل الضفة الغربية دولة ولا في قطاع غزة، هذه هي الرؤية الإسرائيلية. أما عملية السلام فهي مستمرة لكن متجمدة حاليا، لأن اليمين الإسرائيلي يقول لك تفاوض حتى 1000 سنة كما قال شامير بالسابق. طيب سيد خليل، هناك احتمالين أود أن أطرحهما عليك، وهو الاحتمال الأول، هل إسرائيل ضربت مستشفى المعمداني لمحاولة التغطية على تأخر الاجتياح البري الذي يضعها في يعني موقف حرج أمام الداخل الإسرائيلي وأيضا أمام الرأي العالمي، والذي طبعا يهز صورة الجيش الذي لا يقهر، أم هذه الضربة جاءت للضغط على الدول الأخرى أو الدول المجاورة لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة أو المهجرين قسريا من قطاع غزة؟ احنا قلنا اكثر من مره قضيه الهجره ممنوعه للفلسطيني. تعلمنا من ال 48 ان يكون ان الهجره تعني فقدان الوطن. تعلمنا بان الوطن، كثيرا ما تكلموا عن العرب وتم نشر هذه القضيه بان الذين تركوا فلسطين عام 1948 قد باعوا بلادهم، ومن بقى في بلادهم هم جواسيس. اليوم نقول للعالم ككل امامنا خيارين، الموت او البقاء.
يعني غير هيك ما حدا يتكلم بهذا الموضوع. حتى قضية المعابر، عندما تكلمنا عن المعابر قلنا في هنالك معابر لإخراج الأجانب من الشمال، بمعنى تحت السيطرة الإسرائيلية اللي هي بيت حانون أو ما يطلق عليه اسم إيرز. أما قضية معبر رفح فيجب أن يغلق للمساعدات فقط وليس للترحيل. إغلاق الحدود، نحن لن نهاجر. كما تشاهدين 10,000 جريح، آلاف الشهداء، تم تدمير آلاف المنازل، لم يترك هذا الموضوع. أما قضية ضرب المعمداني بالذات، أنا أعتقدها وهذه كما نقول هي حلاوة الروح، بنسميها باللغتنا حلاوة الروح، يعني بمعنى لا يوجد لديه شيء يفعله، لأنه قضية الدخول في قطاع غزة في قضية حرب برية وخسارة آلاف الجنود هي ستنعكس على الرأي العام الإسرائيلي. أما قضية ضرب المدنيين، في البداية تكلموا عن نحن الفلسطينيين قطعنا رؤوسهم دمرناهم، تبين الكذب. الآن بدأ الرأي العام الدولي، يعني اقرأي بكل الصحف اليوم، صحيح. بدأ يتغير، إنه الذي يذبح هو الفلسطيني وليس الإسرائيلي. بالعكس تماما، المستوطنات طلعوا على الهدف إنه تعاملوا معنا حماس معاملة جيدة، لم يقتلوا طفلا، لم يمسوا امرأة، ولا حتى الجريح كانوا يعالجونه. يعني كل الأدب الذي كانوا موجود فيه هو تبين لنا بأن الجانب الفلسطيني هو الذي المظلوم. لكن هذا في الفكر الإعلامي الأوروبي السابق والذي بدأ به، قال أن هذا العربي هو الذي يقتل هو الذي يغتصب. في الطنطورة عندما تم ذبح، طلع أحد الإسرائيليين قال أنا ذبحت وأنا قتلت وأنا اغتصبت، ويتكلم وهو يضحك، لكن من سمع؟ لم يسمع حدا. وأنا اعتقادي أنه لسه ما زلنا نحن العرب رسالتنا لم تصل إلى العالم ليقولوا بأن هذا المجرم الموجود في الرأس السلطة الإسرائيلية هو الذي يقتل وسيحاسب فيما بعد في الجنايات الدولية والجنايات الجرائم الحرب. طيب كيف تفسر أيضا الرد الفعل الأمريكي؟ يعني هي يعني تقول أنها تشجع على فكرة أو حل الدولتين، وفي نفس ذات الوقت هي تقوم بإرسال أكثر من 2000 جندي، وتقوم بتسليح إسرائيل ودعمها عسكريا ولوجستيا. كيف تفسر هذا؟ أولا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بخلال لحظتين ستستطيع أن تقيم دولة فلسطينية، يعني تستطيع أن تضغط. في عام 1956 بضربة واحدة انسحبت القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية من مصر. يعني يجب أن نتذكر في تلك الفترة عندما كورت فوتشوف ضرب على بالحذاء على طاولة الأمم المتحدة وانسحبت بضغط أمريكي. اليوم بالنسبة للجانب الأمريكي هو يسيطر بشكل كامل على الجانب الإسرائيلي، هو اليد العليا، هو يستطيع أن يوقف السلاح، يوقف كل شيء، ويقول أن هنالك دولة فلسطينية. حتى بايدن عندما كان نائبا لأوباما، عندما جاء إلى إسرائيل، تم تجميد الاستيطان في تلك الفترة بس بكلمة واحدة، استيطان، توقف يعني إوقاف يعني إيقاف. وأنا أتذكر في قضية المفاوضات عندما كان دينيس روسو، عندما كان مارتن إنديك، وهم من اليهود، كانت مباشرة كانوا يضغطون نرسل لديهم، وكنت أحد الأشخاص الذين المعلومات نوصلها للأشخاص، مارتن إنديك اللي هو كان سفير في تل أبيب، وكانت السفارة الأمريكية أو القنصلية الأمريكية في القدس كانت هي المنسقة مع بيت الشرق في غرفة المفاوضات. وبالتالي كنا نوصل لديهم معلومات أولاً بأول بقضية ماذا يحدث، فكانت عملية تجميد. حتى في عام 1995 كانت هنالك الولايات المتحدة، على الرغم أنها أخذت فيتو في مجلس الأمن، لكن تم تجميد بعض القرارات. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع بشكل كامل أن تقول لإسرائيل إقامة الدولة، فكفكت استيطان، لأنه ما الذي يدعم الاستيطان الآن؟ يدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، يدعمها لأنه هي قاعدة إسرائيلية أمريكية أمامية في منطقة الشرق الأوسط. أمريكا تستطيع أن تفعل. أما قضية الحاملات الطائرات و2000 جندي و3000، يعني الطائرات الإسرائيلية ما هي مسيطرة على المنطقة بشكل كامل، يعني لماذا تحتاج إلى
طائرات إضافية لماذا تحتاج إلى، لكن أنا اعتقادي أن هي تريد أن تقول لإسرائيل نحن معكم، لكن في نفس الوقت إذا أرادت إسرائيل أمريكا أن تفعل شيء تستطيع أن تفعل كما فعلت عندما دخلت في جيمس بيكر في الدخول في قضية السلام والوصول إلى الأهداف في إقامة دولتين فلسطينيتين. لكن كما هو معلوم تماما الموقف الأمريكي يتغير بين الحين والآخر وحسب الظروف الدولية وحسب أيضا ظروفها المحلية. لماذا لم تأخذ قرارات كما أخذت ضد العراق في البند السابع؟ لم تأخذ، كان بالأمس كان هنالك فيتو وكان هنالك إخراج لقرارات التي قدمها بها روسيا وروسيا والصين وكانت ضد هذا القرار. طيب يعني حضرتك كيف تفسر إذن هذا الدعم؟ يعني ليست أمريكا فقط من تدعم إسرائيل الآن بالعتاد والبوارج، أيضا الكثير من الدول الغربية منهم فرنسا بريطانيا كلهم يرسلون دعم يعني عسكري إلى جانب الدعم السياسي، فلماذا يعني هذا التأجيج في المنطقة؟ رفع معنويات للجانب الإسرائيلي، لأن الضربة اللي أكلتها إسرائيل في اليوم الأول يعني حوالي 1200 مسلح فلسطيني استطاعوا يسيطروا على 15000، 50 قطعة، 50 قاعدة عسكرية، أسر أكبر جنرالات الإسرائيليين، تدمير هذا الموضوع، هذا انهيار بالنسبة للجبهة الداخلية الإسرائيلية. أنت لا تعلمين، نحن القدس نحن الآن نشعر بماذا يفكر الإسرائيلي، كيف الصدمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي. يعني أنا بحكي عن المجتمع المدني، يعني أولا المدارس مغلقة بشكل كامل، هنالك أنه منع تجول في داخل إسرائيل، هنالك صدمة، وهذا تذكرنا بالصدمة التي تلقاها العرب سنة 1967 عندما كان باليوم الثالث إسرائيل تحتل المناطق. كانت لدينا صدمة غير، يعني أنا عشت هذه الصدمة بتلك الفترة، هذه المنطقة كيف عاشت هذه المنطقة. اليوم إسرائيل تعيش نفس الموضوع، حتى قضية السوشيال ميديا بدأت أي إنسان يكتب كلمة يؤيد أو غير ذلك يشطب ويعتقل. العلم الفلسطيني أعيد فتحه أنه علم مخربين، يعني علم منظمة إرهابية، كل ذلك حتى لا يتحمل الصحفيين، حتى الصحفيين بدأوا يعانون من الجانب الإسرائيلي لأول مرة. هلأ اليوم جاءت أمريكا، جاءت بريطانيا، وبريطانيا بدها ترفع العلم الفلسطيني كمان علم مخربين ومن يقعد بالسجن. فرنسا نفس النتيجة، كانت النتيجة آلاف الأعلام الفلسطينية، آلاف الخروج بالمسيرات، وهذا يدل على أن هنالك تغيير في الرأي العام. في نفس الوقت هي الجانب الأمريكي الأمريكي والفرنسي والبريطاني والألماني هو من أجل الدعم المعنوي، لأنه حتى هذه اللحظة قضية التفكير بقضية عملية برية هي تحتاج إلى معنويات. يعني الجيش الإسرائيلي اليوم جيش احتياطي، الجيش الاحتياطي وليس كالجيش الدائم أو النظامي. عندما ضرب النخبة اليوم بتكلموا عن 10 جنرالات قتلوا من أخيرة الجنرالات الإسرائيليين، هذا مع اعتراف الإسرائيلي وليس طيب. كلمة مني. يعني أيضا حديث الشباب، سيد خليل ابقى معنا قليلا، نود أن ننوه إلى هذا العاجل. وزير الخارجية الإسباني يقول نشعر بالصدمة من الهجوم على مستشفى في غزة. إذا مرة أخرى وزير الخارجية الإسباني يقول نشعر بالصدمة من الهجوم على مستشفى في غزة. إذا لنسترسل الفكرة معك سيد خليل. هاي يعني هاي بداية، يعني اليوم الخارجية الإسبانية تقول، لأنه ضرب مشافي، يعني ماذا يوجد في المشافي؟ هل يوجد سلاح؟ لا يوجد. أيضا اعتراف رسمي أنه الجانب الإسرائيلي حاول أن يقول أنه حماس ضربت هذا المشفى، لكن هي من نفس بخصوص الوقت هذا الإدعاء، ادعاء سيد خليل، يعني بخصوص هذا الادعاء، كما نعلم أن إسرائيل أنكرت أنها من قصف هذا المشفى. ماذا؟ طبعا نحن نعيش في الآن يعني نعتبر في قرية عالمية، توجد ساتلايتات، يوجد رادارات، توجد العديد من السبل التي يمكن أن تثبت أن الضربة كانت موجهة من الجانب الإسرائيلي لهذا المشفى. إذا كيف يكون الموقف الإسرائيلي حينها بعد أن ضربوا المستشفى عن قصد، ثم يخرجون ليقولون
لسنا نحن من وجه هذه الضربة بل حماس. ماذا لو تم إثبات العكس؟ كيف سيكون الموقف الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي؟ أولاً إسرائيل ضاربة بعرض الحائط في المجتمع الدولي كلياته وكل قرارات الأمم المتحدة، يعني يجب أن نتعلم بهذا الموضوع. إسرائيل هي خارج القانون، هي دولة تدعي الديمقراطية لكن هي في نفس الوقت أكثر ديكتاتورية في العالم. هي تستطيع أن تضحك على العالم بعض الوقت لكن مش كل الوقت. اليوم تمت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل لجنة من الأمن القومي من أجل البحث في هذا الموضوع. حقيقة ما هي بتبين، يعني لو افترضنا انه صاروخ من حماس لن يدمر المستشفى، لكن انت بتتكلم عن اطنان من القنابل، يعني ما هي في هناك القنابل معروفة تماما انه القنابل التي تسقط من الطائرات مختلفة عن الصواريخ، الصواريخ فيها خلينا نقول فيها 50 تي ان تي باختلاف تماما عن القنابل. انا اعتقادي تشكيل لجان، الذهاب إلى محكمة الجناية الدولية، لأنه الجانب الإسرائيلي اعترف، هو أولاً كان بالأول يتكلم عن قضية المشافي، لكن بالذات المعمداني، هو أنا بركز على قضية المعمداني وليس أي مستشفى. المعمداني هو مسيحي، يعني هذا يجب أن تأخذيه بعين الاعتبار في الخارج وفي الداخل. يعني ضربوا الكنائس، ضربوا المشافي التابعة للكنيسة، وهذا خطير جداً بالنسبة للإسرائيلي، علماً بأن الإسرائيلي دائما هو يكره المسيحي أكثر من المسلم، تعرف في قضية السيد المسيح وغير ذلك. صحيح. إذا تفضل. هناك هذا العاجل أستاذ خليل، ابقى معنا. الجيش الإسرائيلي يقول أنه لم تكن هناك هجمات مباشرة على مستشفى غزة أمس. مرة أخرى الجيش الإسرائيلي يقول أنه لم تكن هناك هجمات مباشرة على مستشفى غزة أمس. إذا يعني إثباتا لما كنا نقول سيد خليل، قرأ يعني سمعت معنا تصريح الجيش الإسرائيلي سيد خليل. والله شوفي، انا يعني الاسرائيلي معروف يعني، لكن هنا في اذا بدهم حقائق في حقائق، لكن انا اعتقادي انه الجانب الاسرائيلي يوم وقع في ورطه كبيره جدا، يعني الورطه تبعته اللي وقع فيها انه ضرب المشافي و500 واحد، يعني 500 مريض جريح اطفال نساء في هذا المشفى تم ضربه. الان هو يريد ان يتنصل من هذا الموضوع، لست انا الاخر، لكن هو قال بالقبل، ما هو انت لما بتدرسي القاتل يقول ساقتل لكن قتل، لكن هلا انشاف النتائج ردات الفعل الدوليه. يعني شوف ابو مازن رغم انه مد ايده للسلام لكن قطعت يده لانه لا يريدون السلام. السيسي كانوا في مجلس الامن في مجلس الجامعه الدول العربيه من الاخر انه عادلوا بين الحماس وبين قضيه القتال، يعني أدان الطرفين. اليوم في تغيير كامل، يعني من الجانب الأردني هنالك بدأت ردات فعل، من الجانب المصري بدأت ردات فعل. ردات الفعل التي قامت من الجانب الإسرائيلي من الجانب المصري هي قوية جدا، لأنه الأمن القومي المصري مهدد، الأمن القومي الأردني مهدد، بالإضافة إلى ذلك شعرت إسرائيل لأول مرة بأن ما تدعيه من قتل وتدمير للمدنيين أنها ارتدت عليها بشكل آخر. يعني اليوم قتلنا مدنيين ما حدا سأل، لكن ضرب مشفى أمام العالم، أمام التلفزيونات، أمام السوشيال ميديا، ستشاهدين غدا كل هذه الأمور. أنا اعتقادي هذه هي حلاوة الروح الإسرائيلية، هذه هي تريد أن تقول للمجتمع الإسرائيلي قد دمرت، لكن انقلب عليها بشكل كبير جدا. أيضا المعنويات الإسرائيلية، تفكري الجيش المعنويات الإسرائيلية منهزمة، المجتمع الإسرائيلي اليوم مضروب على رأسه، عندما تمشين تشعرين أن المجتمع الإسرائيلي يمشي بدون يعني دون تفكير، لأنه لديه صدمة. اليوم عائلات الأسرى الموجودين لدى حماس ضد نتنياهو على 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 طول الخط، صحيح، يعني نريد أولادنا ولا نريدهم جثثا. هذا يدل على أن المجتمع الإسرائيلي ضرب، فكيف صحيح. إذا دخلت الجبهة الأخرى، إذا دخلت الجبهة الأخرى، إذا إسرائيل كلها هلا كل الشمال
مفرغ والجنوب مفرغ، أصبحت صح. المنطقة الوسطى يعني منطقة تل أبيب وما حولها. يعني حتى يعني استمرار القصف من قبل إسرائيل على يعني غزة برغم وجود أسرى لدى يعني فصائل فلسطينية يدل على أن إسرائيل يعني غير مبالية حتى بأسرهم. إذن لدينا هذا العاجل، الجيش الإسرائيلي يقول أنه لم يرى أي أضرار هيكلية للمباني المحيطة بالمستشفى. الجيش الإسرائيلي يقول أنه لا توجد أي حفر ولا شيء يشير إلى أن ذخيرة جوية تسببت في انفجار مستشفى في غزة. مرة أخرى الجيش الإسرائيلي يقول أنه لم يرى أي أضرار هيكلية للمباني المحيطة بالمستشفى، وأيضا يقول أنه لا توجد أي حفر ولا شيء يشير إلى أن ذخيرة جوية تسببت في انفجار مستشفى في غزة. إذا الكذب يقع سيد فيه. خليل، يعني كنا نتحدث معك، سمعت هذه التصريحات. الجيش الإسرائيلي يتهم حماس أيضا بتضخيم أرقام القتلى في انفجار المستشفى. يعني مرة أخرى أود يعني أن تسمع هذا التصريح سيد خليل للتعقيب عليه. الجيش الإسرائيلي يتهم حماس بتضخيم أرقام القتلى في انفجار المستشفى، يعني قراءتك لهذا التصريح؟ واضحة يعني أنا لا القراءة واضحة تماما، يعني سواء استشهد 100 أو 500 ضرب مشفى، يعني مؤسسة مدنية مشفى محطوط عليه شعار الصليب الأحمر، محطوط عليه أنه هذا منطقة إسعاف، يعني حتى لو افترضنا أنه قتل فيها فقط 5 ولا 10، ضرب مشفى مدني. أنا اعتقادي الكذب يتبع كذب، الكذب الجانب الإسرائيلي لا يستطيع ما أن يفعل ما يشاء، يستطيع أن يكذب على الوقت على الناس بعض الوقت لكن مش كل الوقت. هلأ هي طيارة هي مدفعية، لكن أنا اعتقادي أنه إسرائيل اليوم في أزمة كبيرة جدا. الأزمة هي الرأي العام، ايضا المجتمع العربي بدا يتظاهر بالامس، يعني تشاهدين المظاهرات في الاردن في مصر في كل مكان، يعني حتى الدول التي قامت بالتطبيع هي مغلقه على نفسها لا تستطيع ان تفعل شيء. حقيقه انا عندما انظر الى المجتمع الاسرائيلي ولدي خبره حوالي اكثر من 50 سنه بالمجتمع الاسرائيلي، لا اشاهده ولا مره منذ عام 1000 حتى بال73 لم يكن كما هو موجود حاليا، 300 جندي في يوم واحد، هذا كارثة بأكبر الكوارث بالنسبة للجانب الإسرائيلي. طيب أستاذ خليل، من واقع خبرتك كما ذكرت بالشعب الإسرائيلي، يعني أريد أن أناقش معك احتمالية ربما بهذه الضربة إسرائيل كانت تبحث عن الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الانتهاكات، يعني كانت ربما تجس النبض إذا كان المجتمع الدولي سيثور بعد هذه الضربة أم سيستمر في الصمت من ثم يعني ترتكب بعدها انتهاكات أكبر وأفظع. هل هذه الاحتمالية واردة؟ لا كانت في البداية نعم، يعني في البداية كانت نعم إنه حماس اعتدت علينا ونحن بالدفاع عن النفس، وثم طلعوا بقضية الأطفال المقطوعة رؤوسهم و أستاذ خليل، الموضوع نعم الذي أيوه تسمعوني؟ تفضلي، إنه هذا الموضوع الذي نتكلم نعم أسمعك؟ ألو تفضل. ألو بقول لك سيد خليل نسمعك، هل تسمعني؟ إذا فقدنا الاتصال بالسيد خليل تفكجي، شكرا لك، كنت معنا سيد خليل عبر زوم، عضو الوفد الفلسطيني لمفاوضات السلام سابقا.